اخويا عشنا خصك تمزقلي 10 المرات دابا باش تفهم حليوه العرب كيدوي حليوه بحال لا خاشي شي غريبه فهمتي الله ورك ياكل فيها وانا مالي صراصه الله يجدر ابراهيم قوت زعما خودي ودني بيبي اي لاف يو اي سام كيف سي تشو تشو وي كان تسنا في السلام عليكم بعد هي الاولى وهو رجع من المعالجه واش الخوت كيديري بخير صباح الخير ناضين هو هذاك البارح قلت لكم غادي البارح بعد تلاح الالبوم ديال ولد فاطمه شو فا الاو بي ولا ماش البوم الخوش البوم في شحال في 11 تراك في 11 تراك ولكن ديجا تمزكنا ورياكتين على ترامب شمس المعارف توريز ناماستي يعني 4 ديال التراكات 5 ديال التراكات بالقدس 5 ديال التراكات يعني باقي لينا 6 ديال التراكات اللي غادي نرياكتو عليهم من هاد البلان هذا كيف ما كتشوفوا كيما كتعرفوا الخوت ديما كنبداو بلي فيتشرينغ هما الاولين التراك اللي غادي نبداو به اليوم هو ماكرون مع عصام باين غادي تكون شي لعيبه نقيه ديال بصح في لحد الان التراك اللي مستريمي بزاف من هاد الالبوم هو ديال توريز كيف ما كتشوفوا الخوت التراك فيه 3 دقائق و40 نمشيو نتمزكوا التراك ما نعطلش عليكم ليتس جو بالرجوله بعدا انا بالنسبه ليا حيت فاش كتمزك سميتو بحال دابا راه فرونسي كتلقى واحد جوج ولا ثلاثه ديال الستيلات ماكسيموم فهمتيني كلشي كيدير نفس الهيج ولكن عندهم لي بارول ولكن الراب المغربي كل واحد عنده ستيل اخوت شو اللي انا كنشوفه دابا مع طاني عصام لانكول فردا فهمتيني مور عندنا بزاف ديال الستيلات كان بغي ندير تشينج كنقول لي في قلبي ملي كنطلع للستيج لو انتي ما عرفت ما توصلي وما انا بحط على جال وعيش عندي فركه كي اللي كايني ورد صفر انا في الكيج بغاو يسالوني في الجيم فوق راه كلشي طالع واضح وباين كلامي ما فهمو ليش بيبي سوري بغاو يسالوني في الجيم كلامي راه واضح وباين كاين اخويا عصام والله يش عصام غادي وكيهرب واحد قرب كل جان كندرا فوق بيتوني شان كندير شوبي اليوم ما كوكو ويشان كلامي ما فهمو ليش بيبي سوري باغي ناكل لي جان كندرا فوق بيتوني شان كندير شوبي اليوم ما كوكو ويشان ما مفوجي كما ميشان جاي يربح شي ما يدير دون ما في لقيتش هذا سيكتون كما ما عندي كما مفوجي ماشي ميشان عصام الخوت عنده دي بارول تا هو واحد قرب هادشي باش كيعجبني انا عصام عنده دي بارول الاضواء الكاشفه القادات ما في لقيتش هذا سيكتون برجع الوريدة عين جانا كي كل درم كي مش في وانا كي وانا كي وانا كي وانا كي وانا كي ما رش في غادي نزيد تقرب كي ما تولي ريد شدت مع البامي كريستال في مكان مزك يبالي جديد كي مش كي خرش كلمات راه العربة وعقر ما رش في غادي نزيد تقرب كي ما تولي ريد شدت مع البامي كريستال في مكان مزك يبالي جديد لما كشوف وكيشو ما دي ما دلك اش خادم الشو خودي ودني بيبي اي لاف يو اي سام كيف سي جو جو خودي ودني هاد اللعيبه ديال الصاع شفناها مع الصاع خودي ودني سمعوا بها بيكوز نسنا في يوم حبيبه ما جانينو سسبنس نو حلوه شي كيفاش يطلع كيفاش البلان خودي ودني بيبي اي لاف يو اي سام كيف سي جو جو عصام تاهو من روابط اللي بالروج ولا يفرق عليك الفيتشرينغ اللي درتيه معاه
ارالينا حليوه دابا طوالك كنخرجوا الدعشاش راني كقولي في كليب رشاش كاش عندك تلاغي مشي وانا على الكول في بوتي فيشي طوالك كنخرجوا وانا اش وانا انكوي قال حليوه اخويا علاش لا خصك تمزق لي 10 المرات هذا باش تفهم طوالك كنخرجوا الدعشاش راني كقولي في كليب رشاش كاش عندك تلاغي مشي وانا على الكول في بوتي فيشي طوالك كنخرجوا الدعشاش راني كقولي في كليب رشاش كاش عندك تلاغي مشي وانا على الكول في بوتي فيشي صافي انا راه اكسوب ديال شي حرفيه لي صفر ملائكه كيطلبوا الراب اسبيراسيون جيت قتلكم في الضربه باش كندير نبتي وانا في الصمه والضرب واو رادف 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 فيشي طوالك كنخرجوا الدعشاش راني كقولي في كليب رشاش كاش عندك تلاغي مشي وانا الكول في بوتي فيشي انا باش راه دابا سمع سمع انا راه اكسوب ديال شي حرفيه لي صفر ملائكه كيطلبوا الراب اسبيراسيون جيت قتلكم في الضربه باش كندير نبتي وانا في الصمه والضرب واو خسر با بولي الاكسترا يخرج لك 10 سيترو وانا باش نصرك بماترو مونطاليتي جي لي جون فاك ماكرو مونطاليتي جيلي جون فاك ماكرون دابا صاحبي اش داك الماكرون اش داك الماكرون تشوف المغرب اش داك الماكرون مالون ما حياتش ما والو الفقر تخلي معلون وانا باقي فالوك صغير فلاج ماضي ما نسيتش معليش مشي نظلم غادي تهضر انت تخاتش بينا ميزان مراتي حليوه العربه كيدوي حليوه بحال اخا شي 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 غريبه فهمتي اللور كياكل فيها وانا مالي صار اسماتي قال لي قلبو فراجل يا حليوه وناني كانوا صغار دابا كبروا كاو ولاو ستار دابا كبروا كاو ولاو ستار ما تيجي انت ترجع خويا عطوني للدار واو كلاش عليا عاوتاني العشران انا ميزان مراتي صار اسماتي قال لي قلبو فراجل يا حليوه وناني كانوا صغار دابا كبروا كاو ولاو ستار دابا كبروا كاو ولاو ستار ما تيجي انت ترجع خويا عطوني للدار علاش انا مالك ما دي الصار علاش عليا باقا طويل الشهر طيحت صغير كبر لي الشهر بغيت ندير الدار سميت كبار خودي ودني ناضي ناضي باش العباد فهمتي شي كوبليات ناضي بالروج ولا لحد الان تراك مفاليدي ديال بصح خصوصا مع فاش كاين في شويه ديال عصام غير ناضي هو حقا عصام كيف سي جورجو ويكاد ناس فينا في يوم حبيبه ما شاري نوم عصام جورجو العربه خودي ودني بيبي اي لاف يو عصام كيف سي جورجو ويكاد ناس الله يجدر نبره مقود سمع خودي ودني بيبي اي لاف يو عصام كيف سي جورجو ويكاد ناس فينا في يوم حبيبه ما شاري نوم اي بروزنا الخوت تراك زوين ولكن اللي ما كنحملش واللي ديما الخوت كنبقى نحكر عليه هو انه علاش لي تيت خاص صاحبي ديال الروابا خصوصا دابا كنركت على حليوه غادي ندوي على حليوه صاحبي نماستي شنام تيت خلا علاقه مع التراك دابا ماكرون تيت خلا علاقه مع التراك ما فهمتش ماكرون حدو جبد اللعيبه ديال جيلي جون تواجه ما ماكرون ما فهم حدو هذاك الكوبلي اللي جبد فيه عقليه جيلي جون فاك ماكرون ما فهمنا هو وحق الرب شي لعيبات الخلق ما كان فهمتي كنبغي نفهم حيت بالرجل الا لوتيت خصو يعطيك فهمتيني القدس جا مزيان فهمتيني اللعيبه جا مزيان وتفهمتي التراك اللي باغي التراك اللي غادي نرياكتو عليه من بعد حيت السالو لي فيتشرينغ هو نور لاتيكس نور بيت السيكليس الخوج والتراك اللي جي ات وحق الرب باش رياكت عليه هو ديال بطل العالم في 6 ديال الدقائق الخوج في 6 ديال الدقائق ولا بحال والو غادي نرياكتو على بطل العالم راه غادي نرياكتو على بطل العالم تفاصو اليوم غادي نحط جوج ديال الرياكشن ماكرو وبطل العالم الخوج قبل ما نساليو التراك اللي جبت لكم اليوم الخوج هو ديال فريش مونتانا فاك ويز مي جيت سم بايك اف وي ام جي اي بي الخو تراك تلاح لو 11 جوان تراك ناضي ديالو بصح فهمتيني الهيت كيبان لك فهمتي الهربه كيبان لك فهمتيني شوف فيديو كليب مسطي ديالو بصح الا كنتو باقي ما شفتوش دخلوا تمزكوا ليه All the little things stop big things مود واحد الحطة ضاربة الخوت الهربة خليني من هني فريش مونتانا الخوت عندك فريش مونتانا و مايس و رياب الخوت دي جي رياب عندك الثلاثة هادو بالروج ولا فهمتيني هازين الترابو ديال المغرب فهمتيني رياب في لي دي جي فريش مونتانا في يو اس راكم عارفين في الراب مايس فرنسا في الراب شوف هازين الترابو ديال بصح
تلاقاو عشية الخوج مع بطل العالم. الرياكشن ديالي غادي نراكتو عليها بطل العالم الخوج, حيت بان لي غادي يكون طراك ناضي ديال بصح. هذا باش ديك الساعة نرجعو لورا بالسيكليس ونتبعو لي زيتاب. ولي كنتو باغينا الخوج شي تراك رياكت عليه قبل, قولوا لي في كومونتير. تشالو ليا فراسكم وتلاقاو عشية بطل العالم مع الساعة. يلا تهلاو الخوج وديزولي بوتر كونيكسيون انترنيت, الله يعاونكم.